اللي كانوا كيلقاو فلوس ملي دابا كيوصلوا 27 عام شتي تلقى ما خدامش ولا يلاه خدم ولا شي حاجه ما عندوش كاع فلوس بزاف زعما. ودابا حيت المتطلبات ديال الانثى خصها بزاف الفلوس الدار وداك الشيء عليها كاينه ذا سبب الانثى تكون عندها شويه الفلوس حشره راه فهمتي كلشي خصو يكون عنده فلوس باش داك الشيء يتقادو. اكثريه ديال الدراري ما بقاوش كيتيقوا في العيالات فهمتي واكثريه كيبغيو يديروا مستقبلهم فهمتيني باش تجي المراه تعيش في كيقولوا تعيش مرتاحه. البنات اللي كيبغيو حتى يقراو ويخدموا ويديروا دارهم وطوموبيله والفلوس عادي تجوجوا في الاخر وفي الاخر كتلقى راسها راه كبرات وشرفات. مابقاوش البنات بنات تزوج ما بقاوش بنات دارهم صعيبه المسؤوليه عليهم قاصح الوقت شويه وما كاينش الخدمه ما كاينش هذه ما البنات راهم موجودين الدراري موجودين الاحوال الماديه اللي عندها دور كبير في القضيه ديال الزواج. هادشي اللي كاين ما الزواج راه اللي هرب الزواج هرب للطاعه. كاينه ازمه زعما يمكنش انسان الا ما خدمش باش غادي يكون الاسره ديالو خص تكون ماده. الزمان قاسح الله يكون في العون لكل واحد. الزمان ما كانش هادشي اللي كان دابا. شنو اللي كان دابا؟ دابا تبدلات الوقت الدراري ديال اليوم خصهم يعيشوا في المستوى. وهذيك الوقت الدنيا هانيه بنادم انت ولاد وتلاق الدنيا هانيه. كيقرا كيما قرا كيلبس كيما لبس. كاين اللي بغا يتزوج ما لقيش السكنه فين يسكن خاصو يستقر خاصو السكنه خاصو كريه لكم السكنه هي الزواج يقبر الحياه. امكانيات ما كايناش يعني كتجيهم يعني كتجيهم مسؤوليه صعيبه ولا هذا على حسب الامكانيات ديال الواحد. كاينين البنات ولكن الوقت صعيبه يعني ما يقدرش يجي على راسو في ديك يعني غادي يعني داك الشيء اللي كيحلم به ما غاديش ما هذاك باقي ما وصلش ليه يعني تيحاول حتى يوصل ليه مع الطرف ديك الساعه يكون خير.